المحقق إيس الجزء الثاني. اليوم كان المحقق إيس يتجول كعادته في المدينة. كان يجهز العملات ليطلب التلسكوب الجديد. 40 و50، لقد ادخرت ما يكفي للتلسكوب الجديد. وبينما يدخل المتجر مرت سيارة. يا فتى، اركب بسرعة قبل أن تقع في مشكلة. لكن اليوم هو المحدد للطلبات المبكرة. التلسكوب سينتظر، هناك مشكلات في الطريق. أمرك يا سيدي. أظن لذا المحقق والشرطي توجه لموقع الحادث والذي كان في المتحف. إذن ما المشكلة هذه المرة؟ هناك سرقة وقعت في المتحف. لقد سرقت عين فيشنو، واللص الذي يدعوه الناس بالرجل الخفي ترك خطاباً. غداً 2 يوليو في الثانية ستشاهدونني أسرق تمثال الملك آرثر. إنها الثانية إلا 5 دقائق. هل المكان مؤمن جيداً؟ لقد أمننا كل شيء. هناك 25 شرطي حول المتحف، لن يتمكن السارق من الدخول. الرجل الخفي يبدو واثقاً جداً من نفسه. أوه، سيحين وقت دخوله بعد 5 ثوان. 5 4 3 2 1. مرحباً بالجميع، يبدو أنكم اجتمعتم لمقابلتي. كان الناس جميعاً في حيرة، نظروا حولهم ثم سمعوا. تمثال الملك آرثر اختفى. هذا دائما ما تنجح خططي، أعرف كل خطوة تأخذونها. والآن شاهد وأنا أخذ التمثال معي. نحن سوف نعرف من تكون. بالطبع، وأنا سأقوم بكشف الكبير فوراً. حينها حدث انفجار ودخان على قمة المتحف وانتشر إلى الحشود. بعد زوال الدخان أظهر اللص نفسه واتضح أنه هو هذا أفضل محقق في المدينة، المحقق إيس. أمسكوا بي لو استطعتم. ألقى اللص قنبلة دخان أخرى ثم اختفى. بدأت الشرطة والجميع في البحث في موقع الجريمة. انظروا، إنه في السيارة. أولى، إنهم يتجهون نحونا. أشار رئيس الشرطة نحو إيس في السيارة، وقبل أن يتفاقم الأمر مارك ابتعد بسرعة. توقف يا ليس. بعد مغادرة مارك وإيس للمكان كان عليهما الاختباء، لأن إيس أصبح في خطر. في اليوم التالي أخبار إيس ومارك كانت في كل الصحف. إن الأمر يسوء أكثر، علينا إخبار الجميع أننا بريئان. المحقق إيس يظهر حقيقته، إنه وراء كل جريمة في المدينة. هذا خبر مثير جداً. هيا يا إيس، نحتاج تركيزك. مارك، انظر لهذا. يلاحظ المحقق إيس دليلاً في الصورة. هذا المحقق إيس المجرم، لديه علامة عند خط الشعر. رأيت؟ مؤكد هذا قناع. خذني لمتجر الأقنعة في الحال، إنه أفضل متجر ولدي شكوك في أمرهم. حسناً، إذن هيا بنا. ذهب مارك وإيس للمتجر. أظن علي أن أطلب منك الدخول، وأريدك أن تخبرني بعدد من يعملون هناك. سأفعل هذا فوراً، كن آمناً هنا. دخل مارك للمتجر وتفقد المكان. لم يجد أحد، ورن الجرس على المكتب. المكان غريب هنا. نعم، كيف أساعدك؟ مساء الخير، أريد أن أشتري قناع قط، وأريده أن يبدو حقيقياً. هذا ممكن، فقط اكتب مواصفاتك في هذا السجل هنا،
سأتصل بك بعد الغد، ولا تطلب أن أكون أسرع وإلا سألغي طلبك. أوه حسناً، أتساءل لو تصنعون أقنعة بشرية وتبدو حقيقية كذلك. أنا وابن أخي نصنع هذا، ولكن خوفاً من الجرائم لم نعد نبيع أقنعة بشرية. حينها دخل ابن أخيه روبرت. ماذا تفعل هنا؟ ليس لدينا ما نقول، ارحل رجاءً. روبرت لا تكلم العملاء هكذا، تصرف بأدب رجاءً ولو لمرة. إذن أطلب من الشرطي أن يرحل فوراً، إنه يحاول أن يلقي اللوم علينا. أعتذر يا سيدي، سأتصل بك عندما ينتهي القناع. حسناً. نظر روبرت لمارك وهو يغادر المتجر. وعندما عاد للسيارة كان يسمع الأخبار على المذياع. الأخبار تقول إن المحقق إيس كان وراء كل الجرائم التي حدثت في المدينة. هل تظنون أن ولداً مثله يعمل مع المافيا؟ رئيس الشرطة بان يقول إنه يتحقق من هذا الأمر وسيمسك إيس في القريب العاجل. أتمنى أن هذا لا يزعجك. هذا مضحك، الآن أفهم معنى أن الأخبار تزيف الحقائق. إن هذا جيد، أحب إيس المافيا، يعجبني هذا الاسم. أنا أنسى أنك صغير ومتهور. عموما ماذا وجدت؟ يبدو أن صاحب المتجر لا يعلم بشأن ما يحدث، لكن حصلت على سجل الطلبات، وأيضا رأيت ابن أخيه وهو وقح ومريب، وهما الاثنان فقط هناك. عمل عائلي رائع، دعنا نرى لو وجدنا خط يد مطابق. بحث مارك وإيس في السجل عن خط يد مطابق. أها، فيرنون سولاس، ورقم الهاتف الذي كتبه غير موجود. إذن ماذا تظن الآن يا فتى؟ أظن أنني بدأت أفهم، لنذهب للمتجر ثانية الليلة، هذه المرة سأتي معك. تلك الليلة تسلل المحقق إيس للمتجر. إذن دعنا نبحث عن دليل للقناع هنا. أجل يا فتى، أنا متعب جدا. وعندما جلس مارك ليستريح ضرب الجرس دون قصد وأسقطه أرضا، وحينها فتح باب يؤدي لغرفة سرية. رائع، مارك المتعب يتصرف بمهارة. أشعر أنني أعمل لديك الآن. تسلل إيس ومارك من الباب، وبينما يفعلان رأيا ظلا. أرى شخصا هناك. إنه ابن الأخ روبرت. رأي روبرت يأخذ قناعا، واتضح أنه وجه المحقق إيس. رائع، والآن أعرف ما يحدث بالضبط. حل المحقق إيس القضية بسهولة. توقف، عليك الاستسلام وتسليم كل المسروقات. المسروقات ليست هنا، أمسكه فقط وخذه للسيارة. أين المسروقة إذن؟ سأخبرك في الوقت المناسب. قيد مارك روبرت وأخذه للسيارة. دعنا نخطط جيدا، انشر خبر أن المحقق إيس قبض عليه الشرطي مارك، واطلب أن يجتمع الجميع في المتحف في الثانية عشر والنصف. سأفعل. في اليوم التالي إيس ومارك ذهبا معا للمتحف لكشف روبرت. اجتمع الناس بعد سماع الخبر في المذياع وعلى الإنترنت. رئيس الشرطة كان موجودا أيضا. ذهل الجميع عندما رأوا مارك يحضر إيس. أخيراً تم القبض على المحقق إيس. جئت لأعلن خبراً، لم نقبض فقط على المحقق إيس، لكن كان الجميع ينتظر في فضول وكانوا يتهامسون، وطلب مارك من إيس أن يقترب. لدينا اثنان محقق إيس، هذا سخيف. ما الذي يحدث هنا؟ المحقق إيس هو روبرت ابن أخي صاحب متجر الأقنعة. وليس هذا فقط، العقل المدبر هو رئيس الشرطة المدعو بين. حسناً. ما الذي تتحدث عنه؟ يا فتى سوف أفصل لو كنت مخطئاً. أولاً السرقات أعلنت، وعندما اكتشفت أن السارق أنا علمت أنه فخ. ثانياً
عندما وجدت العلامة عند خط الشعر في صورة الجريدة، علمت أن علي زيارة متجر الأقنعة. وعندما ذهب مارك، أحضر لي السجل. نظرت وميزت في الحال خط يد الرئيس بن في السجل. مؤسف أنك لم تحاول تغيير خط يدك يا فيرنون سولس. وأيضاً لو حدثت السرقة في وجود نظام أمن المتحف، مؤكد أن هناك شخص من الشرطة يساعد المجرم. روبرت لم يرغب في السرقة. ساعد الرئيس بن في صنع القناع الذي يشبهني بعد أن طلبه بن ليقلب البلدة ضدي. راقب كلامك يا ولد. دخل روبرت كزائر عادي للمتحف بمساعدة الرئيس بن. ذهب إلى غرفة العمال وتنكر في مظهر المحقق إيس، وظهر على السطح يسرق أشياء ثمينة. والسرقة الثانية بعدها، قررت أن تدخل روبرت للمتحف في وقت لا يدخله فيه أحد. هل أنت مجنون؟ مارك، أنت مرفود. إذن لماذا تخرج من المتحف هكذا بينما السارق أصبح على سطح المتحف؟ لم تبدو متفاجئاً بالأمس. خط اليد، الأحداث، وسلوكك بالأمس، كل شيء يأخذنا لنقطة واحدة وهي الرئيس بن. تريد أن ترى التشابه في خط اليد على الخطاب والسجل والتقرير الذي كتبته منذ شهر والذي وجدته في القسم؟ عرض إيس كل الأدلة وكلها تحمل خط يد الرئيس بن. أمسك به الضباط على الفور. أما الأشياء المسروقة، إنها لم تذهب لأي مكان، إنها في غرفة العمال بالمتحف. روبرت لا يستطيع التسلق. ألقى قنابل دخان وعاد لغرفة العمال ليغير، ثم خرج من الباب كمواطن عادي. دخلت الشرطة للمتحف وفتشت ووجدوا المسروقات، وفي نفس الوقت قيدوا الرئيس بن. كنت تهدد منصبي الذي عملت بجد الله، وأردت أن أعلمك درسا. انتظر حتى أتفوق عليك يا ولد. أخذته الشرطة للحافلة، أخذته بعيدا. ومجددا حل المحقق إيس القضية بسهولة. ماذا تريد كمكافأة يا ولد؟ إيس المافيا يريد التلسكوب الذي أصدر حديثا. ها، أخبرني شيئا آخر. العمدة الجديد طلبه لك بالفعل قبل إصداره بأسبوعين. أوه نعم، سوف آخذ اليوم إجازة لأرى النجوم.